بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أرحب بكم أعزائي الطلبة في محاضرة جديدة. اليوم راح نشرح يونت 52 بكتاب الجرامر. اليوم نحكي عن الكويشن تاجز، تاج كويشن، سؤال الذيلي. سؤال الذيلي حقيقة يسمونه السؤال الذيلي، سؤال النهائي حقيقة، موضوع جدا بسيط وما بي أي صعوبة، بملاحظتين فقط لا أكثر ولا أقل. خلينا نكتب عنه ملاحظة. السؤال الذيلي هو سؤال قصير في نهاية الجملة، هو سؤال قصير في نهاية الجملة يتم باستخدام الفعل المساعد والفاعل، يتم باستخدام الفعل المساعد والفاعل، يتم باستخدام الفعل المساعد والفاعل. هاي ملاحظة. والملاحظة الثانية، ويجب عكس الجملة من نفي إلى مثبت، أو من مثبت إلى نفي. لازم أعكس الجملة، يعني إذا هي مثبت أسويها نفي، إذا هي نفي أسويها مثبت. أعكس الجملة، أستخدم الفعل المساعد مال الجملة وأنفي الجملة، أستخدم الفعل المساعد والفاعل مال الجملة وأعكسها. مثبت سويها نفي، نفي سويها مثبت. الجملة الأولى، كارين بلايس بيانو doesn't she. نجي عليها. أستاذ محمد، إيش استخدمنا does؟ لأن الفاعل مفرد مضارع بسيط. خوش حكي. ليش خليناها نات؟ لان هي كانت مثبت سويناها نفي. شي لان هي بنيه. الجمله الثانيه، يو ديدنت. انا عندي ديد يو، سوي لي سؤال ذيلي. لا ننسى نخلي فارز قبل السؤال ذيلي. الفاعل هو يو، خليت الديد بالبدايه وراء اليو طبعا لان ماضي، خليت علامه استفهام، انتهى الموضوع. هذا الحكي كله لنفس السوالف. ويل بي راح اصير وونت شي، طبعا كيت فتاة، شي. There was، wasn't there. Jewish should، should he. Kate won't، will، will she. نفس الحالة ونفس النظام. طبعا هذه الأشياء اللي مهمة كلها بهذا اليونت لا أكثر. Couldn't، could you. أنا عندي you could، صارت couldn't you. أنا عندي you don't، صارت do you. بس ملاحظة مهمة، let's تصير shall we. من تجيك let's وقال لك سويها tag question قل له shall we. من تجيك let's سويها shall we. من عندك don't تصير will you. من تصير don't خليها will you. وملاحظة أخيرة، I am تصير aren't I. I am تصير aren't I. طبعا هذا كل ما يخص بunit tag question. يونت بسيط جدا وسهل وما بأي صعوبة، نحاول نحل عليه تمارين. أريدك تحلي هذا التمرين وشوف الحل مالتك بالتعليقات.